للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الدكتور أحمد المشتت، الطبيب والجراح بالمستشفى الملكي بلندن. بعد التحية لك دكتور، إذا يعني ماذا عن هذا الإحصاء لرويترز، أكثر من 220 مليون أصيبوا بفيروس كورونا، إلى أين يتجه الوضع الآن عالميا مع وجود هذه المتحورات؟ مرحبا بكم. الفيروس هذا دليل على أن الفيروس لن يختفي، وخصوصا لن يختفي في الوقت في المستقبل القريب. الكثيرين راهنوا على أن بعض التحورات قد تضعف الفيروس، ولكن الحقيقة الآن التحورات تزيد من قوة وشراسة الفيروس. نحن الآن أمام متحور جديد يدعى بالمو القادم من أمريكا اللاتينية، وسلالة دلتا ما زالت تنتشر بسرعة كبيرة في أوروبا وآسيا، وهذا هو السبب وراء هذه الأرقام الفلكية. الفيروس سيبقى هنا وسيبقى يصيب الإنسان، ولكن في المقابل عمليات التلقيح خصوصا في البلدان التي نجحت في تطعيم أكبر عدد من سكانها تشير إلى التفاؤل بأننا نستطيع أن نعيش مع هذا الفيروس. نعم، يعني من هل هذه التطعيمات وهذا التفاؤل الذي تتحدث عنه دكتور، يعني أنه حيكون فيروس فقط متوطن مثل بقية الفيروسات الموجودة في العالم، ولا يصبح وباء في نهاية الأمر عندما يتم التطعيم؟ يعني بالضبط عندما يتحول، إذا تحول الفيروس إلى مرض متوطن مثل الإنفلونزا نستطيع أن نعالجه، نستطيع أن نمنع أو نسيطر في المناطق التي يتفشى فيها الفيروس سيطرة موضعية بدون العودة إلى كافة الإغلاقات التامة والحظر التام وإيقاف الحياة البشرية والاقتصادية. إذا نجحنا في ذلك فإننا نجحنا في المعركة ضد الفيروس. هناك مؤشرات قوية تشير إلى أن هذه المحاولات قد تنجح. الآن في بريطانيا أعداد الإصابات منذ شهرين تقريبا بدأت في 20 ألف 26 ألف، الآن وصلنا إلى أكثر من 45 ألف إصابة، ولكن نسبة الوفيات ما زالت هي ذاتها أقل من 170-180 وفاة في اليوم. مع الأسف هذا نتيجة أخذ التطعيم دكتور أحمد. بالضبط، أخذ التطعيم حمل المجتمع بالكامل، يعني عمليات التلقيح أنقذت حياة 200 ألف شخص في بريطانيا على أقل تقدير، وقللت بشكل كبير من الحاجة للدخول إلى المستشفيات. والآن هناك دفع باتجاه الجرعة الثالثة، لأن الأدلة تشير على أن الجرعة الثالثة تقوي جهاز المناعة بشكل كبير جدا، مما قد يدفع الدول إلى اعتمادها. طيب، يعني طبعا هذه المتحورات الموجودة الآن هذه التطعيمات هي تؤثر فيها أيضا بشكل كبير. طبعا أكيد، يعني سلالة دلتا رغم أنها أثرت على فعالية اللقاحات بشكل ما، ولكن اللقاحات ما زالت فعالة جدا لإيقاف الإصابات الشديدة والمضاعفات والوفيات. الإصابة بالسلالة قد تحدث عند الأشخاص المطعمين، وقد ينقل هؤلاء الأشخاص الفيروس إلى الآخرين، ولكن هم محميين بشكل كبير من مضاعفات الإصابة ومن الوفاة. نعم. لهذا الدعوة للكل لاعتبار واعتماد التلقيح الآن. نعم. تم تطعيم أكثر من 5.5 مليارات شخص في العالم، ولهذا يعني دعوة للكل. صحيح، لأخذ اللقاح. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد المشتت، الطبيب والجراح بالمستشفى الملكي بلندن.